الرؤية دي طويلة قوي، بتاعت من دي الأول؟ عشان يبقى فيها حاجات حلوة، فيها حاجات جميلة هقولها بس مش هقولها. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، أدي أول الرؤية يا إخوانا، أدي أول الرؤية، بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عند باب وقال لي، طبعا كلام توصل، أنا سأترجم الكلام العامي إلى اللغة العربية، وقال لي: أتريد دخول الجنة؟ قلت نعم، وأشار بأصبعه السبابة إلى الباب، ثم أشار إلى إناء فيه ماء وقال: توضأ. فذهبت أتوضأ وأنا أبكي من الفرح، هنيئا لك. ثم ذهبت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أرض خضراء، وجلست مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعلى الأرض الخضراء، وكنا باسطين أقدامنا، قدم مبسوطة والأخرى ليست مبسوطة. وأيدينا خلف أظهرنا. قلت له: صف لي الجنة يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: سماؤها مثل هذه، وأرضها مثل هذه، وأشار إلى السماء والأرض التي كنا جالسين عليها والسماء التي فوقنا. الرؤية دي ما كانش يبقى فيها حاجة متينة، مش هنقولها، في جيبها اهي، صاحبها بقى يقابلني، تعالى قابلني بقى.